الحمد لله الذي لا يكشف الشدائد إلا هو ولا يدفع المكائد إلا هو وما مراد المحبين في الدارين إلا هو وما مطلوب الواصلين في الكونين إلا هو العباد كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو والناس كلهم فقراء لا غني إلا هو لا حافظ ولا ناصر إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو ومن يملك السمع والأبصار لا إله إلا هو ومن يعلم السر والجهر لا إله إلا هو هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو موسى على الطور حين ناداه قال لا إله إلا هو يونس في بطن الحوت حين ناداه قال لا إله إلا هو يوسف في قعر البير حين ناداه قال لا إله إلا هو إبراهيم في النار الحريق حين ناداه قال لا إله إلا هو ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحي لا إله إلا هو ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اعلموا أن الدنيا دائرة ونذرتها فانية وطاعتها باقية وحاصلها فوت وآخرها موت إخواني بدن ضعيف وزاد قليل والصراط دقيق والنار حريق والميزان عديل والقيامة قريب والحاكم رب جليل ويقول آدم صفي الله نفسي نفسي ويقول نوح نجي الله نفسي نفسي ويقول إبراهيم خليل الله نفسي نفسي ويقول إسماعيل ذبيح الله نفسي نفسي ويقول يوسف صديق الله نفسي نفسي ويقول داود خليفة الله نفسي نفسي ويقول موسى كليم الله نفسي نفسي ويقول عيسى روح الله نفسي نفسي ويقول رسول وشفيعنا وإمامنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي ويقول الجبار جل جلاله عم نوال عبادي 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 لا خوف عليكم ولا تحزنون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم.
ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.